كل شيء مميز هنا. نعم حتى تتخيل انه مره انت تقدم على تعيين سنه واثنين وثلاثه ما يطلع، يجي شخص غيرك عنده واسطه حجي فلان مسؤول العلاني مهلي فيمشي موضوعه زين، يجي واحد يقدم على وظيفه من 2005 ل 2021 زين، اذا واحد يداوم من 2005 الى 2021 يقول والله خلق كبير عنده هذا يستلم راتب، لا ما يستلم راتب، اعتقد هو بهذه المنطقه وبهذه المحافظه هو مؤسس موضوع المحاضرين مجانيين. يضحك تعالي يا استاذ محمد، اول ما دخل يعني شاكيت وياه قلت له اول مره اشوف معلم لابس دشداشه ما علي، قال لي يابا انا اولا عندي هنا اخلي اسئله جاي وانا ما متوظف اصلا ما متعين، قال انا من 2005 ولليوم اخذ تعيينك، ما معقول انت كل هذه السنوات يروح طلع اسمه بالقرعه، فاز بالقرعه وتفاجئ من راح راحت الاسماء للرمادي رجعت اسمه ما موجود ضمن قائمه التعيينات. انت اسمك طلع هنا وراح للرمادي ورجع بدون اسم محذوف، يعني هذا الطريق راح ورجع وطير اسمك شنو مثلا طار اسمك اخذوه الجماعه اسمك اسمنا اسم. اترك هسه انت شلون هذه السنوات اللي من 2005 لليوم انت جاي هنا ما جزعت ما مليت مجانا تجي؟ والله كل ما اقول السنه الاخرى ما داوم من تفتح المدرسه ما يقدر تحن للمدرسه وهي باعتبار انه هذه المهنه مهنه انسانيه تعتبر جزء من واجبك حتى يعتبر من المعلمين المتميزين والله. يعني ماخذ والله ماخذ صف سادس من طي مسلمك الوزاره نعم صف سادس والله يا ربي انه بلكي تربيه الرمادي وزاره التربيه تلتفت مثلا انه يجي فرص توظيف هذا الناس يكون ما ننساها يكون ما تروح جماعته وجماعته يكون ننطيها حقها هاي الناس، بالتالي يجي من 2005 لليوم يعلم الطلاب ويجي يومية ويقول كل ما تلفت هو أول محاضر مصطفى يقول بالعراق أول محاضر مجاني من 2005 اليوم بيك يا الله إن شاء الله.